المفكر الأديب العالمي دكتور عقل عقيل، صاحب الرواية الرائعة والجميلة اللي شاف شيقو الله يستر، طلبني ومشيت ليه وقال لي وقلت ليه الرواية ديالي الأخرى والنسخة الوحيدة تودرات وما زال ما قرأتها واحد لدابة وعلى زهر. أوه مشكلة هادي، وفين غتكون مشات دابة؟ واحد من المساعدين ثلاثة دياولي خداها يقرأ، وللأسف ما بقيتش عاقل شكون هو، وانت عارف الزهايمر مسح لي الدماغ، وملي واجهتهم كلهم نكروا. ملي عقلت على الكتابة شنو فيه كتبوها وتاني، ولكن انا ما عقلش، جاني داكشي هكاك، وهذا اللي خداه غادي يكتب سميتو عليه ويدي في بلاصتي الجوائز والشهرة وشحال من حاجة. ما تقلقش السيد الدكتور، هادي خدمتنا. نتقلق؟ مناش غنتقلق؟ قول لي يا بعدا شكون نتوما؟ ومني سولت المساعدين ديالو بثلاثة، الآنسة الشاكبة كي قالت الرواية ديال زينب جالسة في الجردة غيرت لي حياتي كلها، أنا ميمكنش نتصرف معاه فحال هكذا. ومني سولت سعيد القراية قال أنا قلت باللي الدكتور عاقل عقيل هو المثال ديالي الأعلى، وأنا قلت باللي هو الروائي الوحيد اللي حل العلاقة بين البيض ومطيشة، وأنا قلت باللي أنا ما خديتش الكتاب. ومني سولت مختار المهدار قال ساكنة في إقامة النور ومازال كنشري الشمع هي من أهم الروايات ديالو، ولكن قصة صلع اللي نطليه الشعر ما كنظنش باللي عنده شي قيمة، يعني عنده الزهر من اللي توضرت، وطبعا ماشي أنا اللي خديتها. أنا عرفت شكون اللي خدا الكتاب، ولا حتى انت عرفتي قول لينا شكون هو. واحد الآنسة الشاكبة، زوج سعيد القراية، ثلاثة مختار المهدار. ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 او اتصل بالهاتف التابع 08 90 60 33 99 او بورتابل 40 43، وتربح 5000 درهم كل اسبوع، وما تنساوش المفاجاه الكبرى، سياره فاخره للفوز. وموعدنا في الحلقه الجايه مع تحيات المفتش كورومبو.